عملنا طعن على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب كاملا، لان هذا القرار جاوز نص ومنطوق حكم محكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية الثلث فقط، اما الثلثين فموقفهم ومركزهم القانوني سليم ودستوري، وبالتالي هذا القرار خالف الدستور وخالف القانون وخالف حكم المحكمة ذاته. مسألة سياسية اكثر منها قانونية، وان ده مجرد الغطاء القانوني اللي هيستطيع فيه السياسيين بعد كده ان هم يدبروا الامر. المساله لا تحل، اتصور ان هي حل المساله مش في غرف القضاء وانما في غرف المفاوضات. هذا بس مجرد يعني اجراء ربما ييسر على القائمين بالمفاوضات الامر. قبل اصدار هذا الحكم قررت انه مواد قانون تعديلات قانون مجلس الشعب دستوريه 100%، لانها تتفق مع الماده 38 من الدستور التي حددت ان النظام الانتخابي بواقع ثلثين للقوائم الحزبيه وثلث للقوائم الفرديه. لو نظرت لمنظومه القرارات المتخذه من المجلس العسكري، حل مجلس الشعب، اصدار اعلان دستوري مكمل يستحوذ فيه على كافة السلطات، فهذا يؤكد أن الغرض سياسي وهو الاستحواذ على كافة سلطات الدولة. لا أعتقد أنه لا يستطيع المجلس العسكري الرجوع في قراره، أو ولكن إذا قضت المحكمة اليوم إن شاء الله بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغاءه، فربما يعود ثلثي المجلس ويبقى تصحيح المواقف بالنسبة للثلث المدرك. أتوقع استمرار عمل التأسيسية عدم حلها، وأتوقع برضو أن المجلس يقول عدم اختصاص في قضية مجلس الشعب.